تاكسي بسرعة شوي امشي. ليكي شارلين، إذا مفكرة تقطعي رفقتك فيني فأنسي، لأنه أنا ما فيني عيش بلاكي منوب. ليش ما عم تفهمي علي؟ أنا بعرفك كتير منيح ومن زمان، لا وبعرف قديش مهتم فيني، فهمت علي؟ كتير منيح، كتير منيح إنك بتعرفي هذا الشيء. شارلين شوفي قوليلي شو صاير معك؟ ليك أنا مو كتير مرتاحة هلأ وعم تلعي نفسي، وكريتيكا إجت وراي مشان تطمن علي. بس أنا كنت عم بستفرغ وتعبانة، بس أنا هربت بسرعة من هونيك وطلعت من البيت. ليك إجت ساعات الصفر. ناويين يعملوا شي؟ أكيد هي راحت حكت لكاران وبريتا إنه أنا كنت عم بستفرغ. أنا كان معي حق، أكيد هلأهن شاكين فيني. صراحة نحن ما منعرف بالضبط ليش أنتي بتضلي تعبانة كل الوقت. كتير منيح إنه سجلت رقمك على موبايلي باسم ماما، لأنه كنا رح ننكشف. معناها هن رجعوا يبلشوا يشكوا فيكي. أنا كيف رح أضبط الوضع هلأ؟ وكمان فوق طلع كاران هلأ من السجن. لو سمحتي حاولي تسيطري على قصة الاستفراغ تبعك هاي. شو يعني أصلاً أنا عم ساوي هيك؟ هاد شي طبيعي كتير وبيصير، بس أنت ما عم تفهم. لك أنا ما بقدر أبداً سيطر على حالي بهاي القصة، بس ليك انت فيك تسيطر على بريتا شوي. هي اللي ما حدا عم يقدر عليها، وخصوصا لما هي بتكون قاعدة مع كاران. فجأة ثقتها بحالها بتتضاعف، وطول الوقت عم تسمعني حكي ما بعرف مين فكرة حالها. انت قلت لي مرة انك انت اللي رح تبعد بريتا عن عائلة لوترا، بس هالشي ما صار. بالعكس تماما، اجت هي وامها واختها على بيت عائلة لوترا، وصاروا الكل يتعاملوا مع هي التافهة بريتا على انه هي اللي مأنخذة هي العائلة وهي البطلة كمان. لك انا بكره لهي البنت. شارلين اهدي شوي. انا هون مشانك انت، صدقيني انا ما رح خلي اي شيء يضايقك. شو نسيتي؟ انا صهر العيله المستقبلي، انا رح اصير صهره للست سارلا اورورا، ورح خليها تمنع بريتا من الروحة على بيت لوترا. ما عاد رح تشوفيها هنيك ابدا. لهيك روقي واهدي. انا هون ما تقلقي. طيب ماشي، حاسه حالي تعبانه، بحكيك بعدين، باي. هالمرة شارلين معها حق 100%، لمصلحتها ولمصلحتي أنا. لازم أمنع كاران وبريتا من إنه يلتقوا ببعضهم، ما بقى لازم يشوفوا بعضهم. أنا عن جد ما بعرف شو صار مع كاران ومعي هيك فجأة، يعني اتنيناتنا وقعنا وكنا هيك مثل الضايعين. شو هاد؟ استنى شوي، لا تشرب من هي الكاسة. ليش؟ شو فيها؟ لأنه أنا شربت منها من شوي. كتير منيح. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.